عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا يلاه دوشت وجاتني فكره ندير، جاتني شهوتي على واحد البسبوسه وقلت غادي نديرها ونصورها، يستافدوا منها الناس لان اللي كندير انا في حقيقه خفيفه وزوينه، نتمنى تعجبكم. المهم نرجع لكم. المهم البنات، اول حاجه غنديرها غنصوب القطر. انا حطيت جوج طروفه ديال الحامض، عندي كاس تاع السكر بحال هكا عامر، وغادي نجيب جوج كيسان تاع الماء، جوج كيسان تاع الماء هكا غنزيدهم على القطر. فوالا ها هو. المهم غادي نخلي هذا الشيء يطيب، هذا القطر تاعي يطيب، ونرجع باش نوريكم التفاصيل ديال الداخل تاع البسبوسه ديال العجينه اللي كندير فيها انا. المهم نرجع لكم من بعد. المهم البنات، انا عندي هنايا جوج بيضات، كندير فيها جوج بيضات، كندير فيها كاس تاع دانون ما فيهش نكهه، بدون نكهه. كندير فيها خميره وحده، خميره هكا، كندير فيها كاس، كندير فيها هذه سميتها لافاني، كندير فيها شويه السكر مع، انا ما كتعجبنيش الحلاوه، الحلاوه ديجا كاينه في القطر. وكندير هاد اغميك، هذا السميده الرقيقه اللي كتجي فيها غزاله وزوينه. انايا قطعت شويه القشور تاع الحامض درتهم هنايا. المهم انا غنبدا نحط المكونات وغنرجع لكم. البنات انا حطيت شنو سميتو، حطيت جوج بيضات، حطيت الياغورت الطبيعي، ونفس الكاس اللي نفس كاس ديال دانون هو اللي عبرت به الزيت نفسه، هو غنحطو دابا. انا ما كنكثرش السكر صراحه، كندير شويه السكر في الداخل تاع البسبوسه لان ما كتعجبنيش تكون حلوه بزاف، غندير غير شويه على هذا الشكل لان الحلاوه ديجا كاينه في القطر. المهم غنخلط هذا الشيء كله، غنخلط البنات ونرجع لكم. ها انتم البنات، بعد ما خلطت هاد المكونات كلها، دابا غنزيد على لافاني، نزيد على باكيه لافاني، وغنزيد عليها خماره. انا كان عزيز عليا كتجي من فوخه، وهذوك الطريفات تاع الحامض اللي درت فيها في الحقيقه كيعطوها واحد البنه غزاله، كيعطوها واحد انا ما حطيت حتى حاجه تحت هذه، تبقى تدور عليا، دوختني بلاتي نحط هذه تحت منها. اوب فوالا. هانتوما البنات، حركها مزيان، وبهذا نفس الكاس تاع دانون غنعبر السميده، غنعبر السميده وغنشوف شحال تشرب ليا. انا عاده كتشرب ليا جوج كيسان تاع دانون هكا، كندير فيها جوج، انا واخده العبار تاعي ها واحد. ها هو الثاني. المهم بنات غنخلط ونرجع لكم. رجعت لكم البنات، نسيت ما قلت لكمش، انا غنزيد فيها واحد المعلقه تاع نواه كوكو، هذا الكوكو كيجي فيها، واخا غنزوقها فيه من الفوق تيجي فيها زوين من الداخل. المهم انا عندي الطاوه هاي دهنتها بالزبده ودرت فيها شويه الدقيق، الفران شعلته على 180 درجه. ايوا غادي نحطها ونديرها في الفران ونطفي على داك، ونطفي على القطر، نرجع لكم من بعد. البنات هاهي البسبوسه بعد ما خرجتها من الفرن تقريبا دارت لي 23 دقيقه. المهم دابا غنسقيها، غندير غير الكاسرونه هكا وغنبدا نسقي فيها. انا كنخوي فيها كلشي هادشي كتشربوا، هادشي كلشي غيتشرب ما غيبقاش، شتوها ديجا بدات كتشرب فيه. وغادي نزوقها بشويه اسميتو بلا نواه كوكو، ونقطعها باش تشوفوها كي غتجي، راه كتجي غزاله في الحقيقه، انا كتعجبني. شتوها دغيا شربات هادشي كله، شربات
هذه اللي كنسميها البسبوسه في اقل من 5 دقائق. في الحقيقه ما درتش في التحضير تاعها دغيا دغيا، الفرن 23 دقيقه والتحضير راكم شفتوه. ولا البنات ها هي غنقطع واحد القطيعه وغنوريها لكم واخا سخونه. ها نتوما البنات كي كتجي راه كتجي غزاله وزوينه وبنينه في الحقيقه. شفتوا السمك تاعها قداش انا ما معاتقاش سخونه وما معاتقاش معانا عزيزه عليا البسبوسه. شفتوا البنات كي كتجي باقا سخونه طيبه في الحقيقه. راه هذه الضيوف الغفله دغيا دغيا تخلطيها على عندك هاد المكونات غتحرقني، ولكن سي با غاف جات غزاله وبنينه. قالك شكون شكر العروس؟ هي ديالتي انا. ولا البنات نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وديروها، راه ساهله ما فيها حتى حاجه. ونقول لكم ان شاء الله الى اللقاء في فيديو قادم. وما تنساوش تخلوا لي التعاليق واللي ما تابوناش معانا يتابونا. وهادشي غنقول لكم ونلقاكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.